السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في درسنا اليوم سنتابع قصص الحروف، وقد وصلنا إلى الجزء الخامس، وحرفنا اليوم هو حرف الكاف. سنحكي قصة حرف الكاف. لعب كرم وأخته ملك مع قطتهما كوكي. تعب كرم وملك فجلسا على الكرسي وأكلا الكعك وشربا كأسا من الحليب. في هذا النص كما نشاهد ونلاحظ عندنا حرف الكاف ملون باللون الأحمر، وقد جاء هذا الحرف في عدة كلمات، في كلمة كرم، ملك، كوكي، جاء في أول الكلمة وجاء في وسط الكلمة لكن بصيغة متشابهة، لأن الكاف الواو لا تتصل بما بعدها، فكأن الكاف في وسط الكلمة كتبت وكأنها في أول الكلمة، أما كلمة ملك جاءت متصلة مكتوبة في آخر الكلمة، كرم في أول الكلمة، الكرسي جاء في وسط الكلمة، أيضا كلمة أكلا جاءت في وسط الكلمة لكن الألف لا تتصل كما ذكرنا سابقا بأن الألف لا تتصل مع الحرف الذي بعدها فكتب الكاف وكأنه في أول الكلمة. كلمة الكعك الكاف جاءت في وسط الكلمة وجاءت في آخر الكلمة، أما كلمة كأسا فجاءت الكاف في أول الكلمة. وهنا المثال الأول الكاف في أول الكلمة مثل كلمة كرم، والكاف في وسط الكلمة مثل كلمة الكعك، وكذلك نفس الكلمة تحتوي على الكاف في آخر الكلمة وهي الكاف متصلة بالعين. ننتقل للحرف الثاني وهو حرف اللام. سنحكي قصة حرف اللام. عند ليلى لعبة شعرها جميل، أطلقت عليها اسم لولو، ألبستها ثوبا لونه أصفر كالليمون وعقدا من اللؤلؤ. فرحت ليلى كثيرا بلعبتها الجديدة. إذن هذه القصة أيضا تحتوي على عدة كلمات فيها حرف اللام، وجاء هذا حرف جاء حرف اللام في أول الكلمة وفي وسطها وآخرها. كلمة ليلى فيها حرف اللام في أول الكلمة وفيها حرف اللام في آخر الكلمة، في وسط الكلمة عفوا. أما كلمة جميل فاللام جاءت في آخر الكلمة متصلة مع حرف الياء، وحرف الياء عندما يكون في وسط الكلمة هو يشبه حرف الباء لكن تحته نقطتان، أما حرف الباء تحته نقطة واحدة. أطلقت جاءت اللام في وسط الكلمة، وكثير من الطلاب لا يميزون أحيانا بين اللام في وسط الكلمة وبين الألف، الألف لا تتصل بما بعدها أما اللام فتتصل بما بعدها، عندما تتصل اللام بما بعدها فهي لام، أما الحرف الذي لا يتصل بما بعده هو حرف الألف. عليها هنا أيضا جاءت اللام وسط الكلمة، ولولو جاءت في أول الكلمة في القسم الأول وجاءت في وسط الكلمة القسم الثاني لكن الواو لا تتصل مع اللام وكأنها كتبت في أول الكلمة. ألبستها أيضا اللام جاءت في وسط الكلمة لكن سبقت بألف والألف لا تتصل بما بعدها فكتبت اللام وكأنها في أول الكلمة. لونه اللام في أول الكلمة. كالليمون جاءت اللام في أول كلمة وبعدها لام أخرى جاءت وسط الكلمة. اللؤلؤ كذلك الأمر جاء في وسط الكلمة لكن سبق بالألف وهنا لا تتصل ألف بما بعدها ثم جاءت ألف جاءت لام أخرى متصلة بها. ليلى تكررت مرة ثانية، وبلعبتها الباء اتصلت باللام واللام جاءت في وسط الكلمة. كلمة الجديدة هي جاءت في وسط الكلمة لكنها سبقت أيضا بألف والألف لا تتصل لذلك كتبت وكأنها في أول الكلمة. سنأخذ بعض الأمثلة ونشير إلى الكلمات مع شكل الحرف بسهم.
عندنا في أول كلمة مثل كلمة ليلى، وكذلك في وسط الكلمة جاءت في ليلى، وآخر الكلمة في كلمة جميل. ننتقل إلى الحرف الآخر وهو قصة حرف الميم. ذهب ماجد إلى السوق فاشترى من المكتبة مسطرة وممحاة ومحفظة. بعد ذلك ذهب إلى محل الفاكهة واشترى منه موزا ومشمشا. عند عودته إلى البيت بدأت السماء تمطر فاستخدم ماجد المظلة. هنا في هذا النص عندنا عدة كلمات أيضا فيها حرف الميم، وهذا الحرف جاء في عدة أماكن كما نشاهد: ماجد في أول الكلمة، من في أول الكلمة، المكتبة وسط الكلمة، مسطرة في أول الكلمة، ممحاة، الميم تكررت في أول الكلمة وفي وسط الكلمة، ومحفظة، ومحل في أول الكلمة، منه الميم هنا في أول الكلمة، موز في أول الكلمة، مشمش جاءت في أول الكلمة ووسط الكلمة، وتمطر في وسط الكلمة، استخدم هنا الميم جاءت في آخر الكلمة، وماجد في أول الكلمة، والمظلة في وسط الكلمة. وكما نلاحظ أن الميم هنا يختلف شكلها بين أول الكلمة ووسط الكلمة وآخر الكلمة. علينا أن نتعلم ودائما نكتب ونتدرب على كتابة هذه الكلمات بأشكالها المختلفة للحروف حتى نعرف كيف نقرأ بشكل صحيح، ونعرف كيف نكتب الكلمة أيضا بشكل صحيح. وسنذكر بعض الأمثلة من خلال الإشارة بأسهم إلى الكلمة ومكان الحرف في أولها أم في وسطها وآخرها. مثل كلمة ماجد جاءت الميم في أول الكلمة هنا، وفي وسط الكلمة مثل كلمة المظلة، والميم في آخر الكلمة استخدم، انتهت بميم. هنا الميم لم تتصل بالدال لأن الدال من الأحرف التي لا تتصل بما بعدها. الحرف الأخير لهذا الجزء اليوم وهو حرف النون، وهذه القصة قصة ندى ونادر. ندى ونادر طفلان جميلان يحبان النجوم الساطعة في السماء في المساء. عندما يذهبان لزيارة جديهما في المزرعة يتسلقان الشجرة ويجلسان على غصنها الكبير ويراقبان الشهب والنجوم بحب وسرور. في هذا النص ورد حرف النون بعدة أشكال، وهو ملون باللون الأحمر. فكلمة ندى بدأت بحرف النون. نلاحظ أن حرف الباء، حرف التاء، حرف الثاء، حرف الياء، وحرف النون يتشابهون في الكتابة عندما في أول الكلمة وفي وسط الكلمة، لكن تختلف ماذا؟ النقاط: الباء النقطة من تحت، التاء نقطتان فوق، الثاء ثلاث نقط فوق، الياء نقطتان من تحت، والنون نقطة واحدة من فوق. ندى بدأت بحرف النون، نادر كذلك، كلمة طفلان انتهت بحرف النون لكن لم تتصل بالألف التي قبلها. كلمة طفلان مؤلفة من طاء وفاء ولام عليها ألف، مثل كلمة نقول عندما نكتب لا طف لان كذلك جميلان. كلمة يحبان أيضا انتهت بنون غير متصلة بالألف وهي في آخر الكلمة. كلمة النجوم جاءت النون في وسط الكلمة متصلة مع اللام ومع حرف الجيم. وكلمة يذهبان انتهت بنون غير متصلة بالألف، وكذلك يتسلقان ويجلسان. غصنها هنا الغصن جاءت النون في وسط الكلمة متصلة بين الصاد والهاء، جاءت هنا النون في وسط الكلمة. يراقبان في آخر الكلمة منفصلة عن الألف لأن الألف لا يتصل مع الحرف الذي بعده. وكلمة النجوم النون هنا في وسط الكلمة. إذن هذه أشكال حرف النون في أول الكلمة
وسط الكلمة، آخر الكلمة. ندى هنا تتطابق مع النون في أول الكلمة، النجوم في وسط الكلمة، ويراقبان النون في آخر الكلمة. أشكركم على حسن إصغائكم وأتمنى لكم التوفيق والنجاح، ونلتقي إن شاء الله في الجزء الأخير من قصص الحروف في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.